بنتي عندها 14 سنة بتغير مني، إذا اشترى لي زوجي شيء تزعل وتقول أني عندي وعندي، هل هذه غيرة؟ ربما هذه البنت تغير منك، ربما لأنك لم تشبعي العاطفة التي تحتاجها هذا البنت. البنت تغير من الأب إذا شعرت أنه الأب يعطيك أو يعتني بك وهي لم تتلقى العاطفة الكافية منك بالتحديد أكثر من الأب. وبالتالي نفس السؤال الأول، أرجو أن تهتمي بهذا البنت من الناحية العاطفية، وربما أن تشتري لها بعض الهدايا. الأمر ليس بالهدايا بقدر ما الاعتناء عاطفيا بهذه البنت وإشعارها أنها إنسانة مهمة جدا في حياتك وحياة أبيها وحياة إخوتها. وتأكدوا أي مراهق كلما اعتنينا عاطفيا لأنه يصبح حساس مشاعرا إلى غير ذلك. لا أقول أنه ربما أنت التي قصرتي فيها ولا الأب، ولكن أقول ربما تمر بمرحلة عاطفية تحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى حب وتحتاج إلى أن تكون معناتها تشغل بالكم، وبالتالي اهتمي بها عاطفيا وربما ستنقص هذه الغيرة.